واشنطن تحشد لفرض عقوبات على الصين، والتطور التكنولوجي الصيني يقلق الغرب والولايات المتحدة. أما وزير خارجية الأخيرة أنتوني بلينكين فذهب إلى آسيا الوسطى أو ما يعرف ببلاد ستان التي تتشارك أسماؤها في نهاية أربعة أحرف، كما تتشارك أيضاً في الثقافة والجغرافيا. آسيا الوسطى التي تتمتع بعلاقات قوية مع روسيا والصين تسعى أمريكا لإدخالها تحت مظلة الحلفاء المحاصرة لموسكو وبكين. أما الهند فما زالت تلتزم الحياد حيال الأزمة الروسية الأوكرانية وترفض تسميتها بالحرب، وهو ما يقلق واشنطن بطبيعة الحال. هل تتغير اتجاهات ومصالح دول آسيا الوسطى والهند؟ هل ستنجح الولايات المتحدة في الحصول على دعم من الحلفاء لفرض عقوبات ضد الصين؟ هذا موضوعنا الرئيسي من العالم شرقا ودائما هنا القاهرة عاصمة الخبر. وكالة رويترز للأنباء تتحدث عن مساعي واشنطن للحصول على دعم أكبر حلفائها لفرض عقوبات ضد الصين في حال قدمت بكين دعما عسكريا لروسيا. وبحسب الوكالة فإن هذه المشاورات ما زالت في مرحلة أولية هدفها حشد دعم عدد من الدول خاصة دول مجموعة السبع لتنسيق القيود المحتملة ضد الصين. حضر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في وقت سابق حضر بكين من عواقب إمداد موسكو بالأسلحة. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية على الجانب الآخر بأن الولايات المتحدة ليست الصين هي من تزود الأسلحة بشكل مستمر، وهو ما يؤجج الأزمة الأوكرانية. وفي سياق التنافس الأمريكي الصيني، كشف تقرير أسترالي عن تفوق الصين ووصف هذا بالمذهل في مجال أبحاث التكنولوجيا الدفاعية وأيضا الفضاء والطاقة والتكنولوجيا الحيوية. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. وخلال اليومين الماضيين كانت العاصمة الهندية نيودلهي محط أنظار العالم مع استضافتها لاجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، ليكون أول مناسبة تجمع بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ونظيره الروسي سيرجي لافروف منذ بداية الحرب في أوكرانيا التي لا تزال موضوعا رئيسا على مائدة هذه التجمعات. لكن هذا الأمر لم يكن الوحيد في هذا الاجتماع.
أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تترأس بلاده المجموعة هذا العام أن الاجتماع يتم في ظل انقسامات دولية عميقة، وأن العديد من البلدان النامية تكافح من أجل ضمان أمن الغذاء والطاقة. أشار أيضا إلى أن الهند خلال ترأسها لهذه المجموعة تحاول إعطاء صوت لجنوب الكرة الأرضية. لفهم دور الهند خلال هذا العام الذي تترأس فيه مجموعة العشرين، يسعدنا أن تنضم إلينا من العاصمة الهندية نيودلهي عبر زوم دكتورة سيربارنا باثاك، أستاذ مشارك ومدير مركز دراسات شمال شرق آسيا جامعة أوبي جندل العالمية. أهلا بك معنا دكتورة سيربارنا على شاشة القاهرة الإخبارية. دعيني في البداية أتحدث أهلا بك دعيني في البداية أتحدث معك عن ما يمكن أن تقوم به الهند من دور فعال في الأزمة الأوكرانية. وجدنا أن هناك من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات لما تقدمت به الصين من محاولة لحل النزاع، ووصفتها بأنها غير عقلانية. كيف يمكن للهند المساعدة في إيجاد مسار للمفاوضات بدلا من الأداء العسكري للحرب في أوكرانيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين، لأن ينظر العالم للهند أنها قد تقوم بدور فعال في هذه المسألة؟ شكرا جزيلا على استضافتي. إن رئاسة الهند لمجموعة العشرين تأتي في خضم الأزمة الروسية الأوكرانية، ونحن نحاول التأكيد على دور دول الجنوب في حل مشكلات الغذاء والطاقة والنفط وكافة هذه المشكلات التي يعاني منها العالم. لقد اختارت الهند الجانب السلمي، لا تنحاز تجاه دول الغرب أو تجاه روسيا في هذه العملية العسكرية أو التي ندعوها بالصراع. أما فيما يتعلق بالصين، أحد الأمور التي يجب أن نطرحها عندما تم التوقيع على وثيقة الجي 20، روسيا والصين لم يوقعا على فقرتين التي اتفقنا عليها. الصين تقول أنها تحتاج إلى إرساء السلام، وكل دولة لابد أن تحترم سيادة الدول الأخرى، وهذا يضع أمامنا بكل وضوح كيف يمكن التلاعب بالكلمات. إذا حدث ذلك سوف يطرح الكثير من التحديات على الهند. الهند تحتاج نظام سلمي متعدد الأطراف بدون وقوع حرب، لابد من تحقيق التفاوض والتوافق بين كافة الأطراف. هذه هي التحديات الرئيسية للهند. بالإضافة إلى ذلك لدينا بعض الخلافات مع الصين. عندما قام رئيس وزير الخارجية في لقائه بالأمس أكد أن العلاقات مع الصين غير عادية، وهذه القضايا والأمور تصبح مشكلات أمام رئاسة الهند لمجموعة العشرين، مع حقيقة أن بلينكين تقابل على الأقل مع لافروف. هذا دلالة على النصر حتى وإن كان بدرجة بسيطة للهند، حيث تحدث لأول مرة في منذ اندلاع هذه الصراعات في العام الماضي. هذه الخطوات من خلال هذه الخطوات تؤكد الهند على موقفها بشأن إرساء السلام والدعم عملية السلام والحلول السلمية، ولا سيما من خلال مجموعة دول الجنوب العالمي. نعم دكتورة سيربارنا، هل تتفقي مع وجهة نظر التي تقول في بعض التقارير أن الهند قد تكون قلقة من أن مجموعة العشرين تخرج برا السياق المفترض لها، خاصة فيما يتعلق بأنها يعني قد يحاول الضغط عليها حتى تتنازل عن موقفها الحيادي في الأزمة الأوكرانية؟ حتى في الماضي
كان هناك بعض الضغوطات على الهند من جانب دول الغرب وكذلك عدد من الدول الأخرى مثل اليابان وأستراليا لعدم الحياد، ولكن موقف الهند واضح تماما، لقد اختاروا جانب السلام. لا ترغب الهند في الحياز مع الغرب أو مع أي دولة أخرى، هذا لتحقيق المنفعة العامة. والموقف مختلف بالنسبة للهند، لا يمكن اختيار طرف على حساب طرف، لأن الهند لاعب أساسي في العالم وهي تترأس مجموعة العشرين الآن، وكل الإجراءات الهندية يلحظها العالم. وأتفق معك أن هناك الكثير من الضغوطات لاتخاذ الهند لأحد الطرفين والانحياز لأحد الطرفين على مدار أعوام. لم حتى مهما طالت هذه الأزمة سوف تختار الهند الجانب السلمي والحياد. نعم دكتور، يعني وسائل إعلام غربية وأمريكية أيضا دائما ما تحاول أن تسلط الضوء على أن هناك خلاف بين الصين والهند، هل تتفق مع هذه وجهة النظر وأن هناك يعني أرضيات مشتركة ما بين الدولتين يمكن البناء عليها في المستقبل لصالح الدولتين ولصالح الأزمة الأوكرانية أيضا؟ الهند والصين طالما كان هناك الكثير من التاريخ والروابط بين الدولتين وكذلك في مجال الحضارة مثل ما مع مصر، ولكن هناك بالطبع بعض الخلافات. الهند والصين دول نامية، الحرب لا تأتي بالنفع على أي دولة نامية ولا تأتي بالنفع على الصين أو الهند، لدينا الكثير من المشكلات المشتركة التي يجب أن نحلها سويا، ولكن في الحقيقة الصين تعود السيطرة على والتأثير على سيادة الهند، لا يمكن القبول بهذا الأمر. ولهذا السبب منذ 2020 الهند أوضحت تماما للصين أنه إذا لم يكن هناك احترام لسيادة الهند فإن العلاقات لن تضمن مستقبلا. الصين تتفهم أن الهند لها دور أساسي وهام وترغب في أن تكون دولة صديقة لها، ولكن بشكل متكافئ. الهند أوضحت تماما في العامين الماضيين وأكثر من ذلك إن لم يكن هناك احترام متبادل أو على مبدأ المساواة سوف تعود المشكلات لما قبل 2020. فبالتالي الموقف الآن والكرة في ملعب الصين لتحديد شكل العلاقات الهندية الصينية. الهند ترغب في السلام وإرساء السلام في كافة أنحاء العالم وكذلك على حدودها، ووزير الخارجية الهندي ذكر ذلك تكرارا، ولكن عندما الأمر يتعلق بالسيادة الهندية لا يوجد أي تسوية. نعم يعني هذا صحيح، لأن كثير ممن يتابع هذا الملف يرى أن الهند هي الوحيدة، الحليف الوحيد الذي بإمكانه واستطاعته أن يتدخل في هذه الأزمة ويضع لها حلول. بل إنديا نعم has been الهند كان لها علاقات طيبة كبيرة مع روسيا من وقت الاتحاد السوفيتي وأثناء الحرب الباردة، لدينا كذلك بعض الروابط الطيبة مع الولايات المتحدة ودول الغرب. الهند حاليا تبذل كافة الجهود السياسية الخارجية ليكون لدينا علاقات طيبة مع كافة دول الغرب، ولا زلنا لدينا علاقات طيبة مع روسيا. الأمر هذا يتضح في كافة المساعي الدولية. مع هذه الحقائق في الاعتبار لا يمكن أن نختار طرف على حساب طرف، ولا سيما في حرب على بعد آلاف الكيلومترات من بلادنا. One world, one family. We want this world, this family to be peaceful, which is why we talk to both the sides. And India has a very unique position to actually play a very important role in reducing some of the hostilities between Russia and China, Russia and Ukraine. This has been even acknowledged by the West. It has been acknowledged by the US that both China and India have very good positions to play a very positive role in the conflict. So I agree with you that India has a very unique opportunity to play a very positive role
in the crisis by talking to both the parties. نعم. One world, one family. هذه كلمة مهمة جدا دكتورة سربارنا، أنه هناك يعني مشكلات يعاني منها العالم أجمع، ومثل الطاقة والغذاء والاحتباس الحراري، هذه مشكلات وأزمات يعاني منها العالم. لكن ما يمكن أن تستطيع فعله الهند وهي ترأس مجموعة العشرين بحسب ما قال يعني رئيس الوزراء ناردينيا مودي، أن هناك أزمات وانقسامات عالمية كبيرة، ما الذي يمكن أن تقدمه في هذه المعضلات العالمية؟ نعم، كنت أتحدث معك دكتورة على أن هناك يعني مشكلات مثل الطاقة والاحتباس الحراري ومشكلات في الغذاء العالمي، هذه يعني أزمات يعاني منها العالم، ولكن على الصعيد الآخر هناك أزمات وانقسامات عالمية، ما الذي يمكن أن تقدمه الهند وهي تترأس مجموعة العشرين في هذا المجال؟ I missed the first part of your question. Could you kindly repeat? Yes, of course. كنت أتحدث على أن هناك مشكلات عالمية يعاني منها العالم بعد جائحة كورونا وبعد يعني الأزمة الأوكرانية، مثل الطاقة والغذاء والاحتباس الحراري. ما الذي يمكن أن تقدمه الهند في هذا المجال وهي تترأس مجموعة العشرين؟ So the G20 حسن إن مجموعة العشرين. Okay. The G20 accounts مجموعة العشرين مسؤولة عن 25% من إجمالي اقتصاد العالم، وهناك وتمثل الكثير من السكان حول العالم، وبعد هذه المشكلات التي يعاني منها العالم أجمع هناك الكثير من المشكلات المتعلقة بأمن الغذاء وأمن الطاقة، هناك الكثير من إجراءات مكافحة الإرهاب والأعمال المعنافية الإنسانية. فبالتالي وزير الخارجية الهندي تحدث عن كافة هذه الأمور أمام كافة وزراء الخارجية، وأكد مرارا وتكرارا أن هذه الحرب تؤثر على روسيا وعلى الغرب بشكل مساوي، ولا يمكن أن نبذل أي جهود لدعم أي من هذه الجهود التي من شأنها أن تؤجج الصراع. أثناء الحوار بين السادة رؤساء الوزراء كان هناك اتفاق على دعم الإغاثات الإنسانية والحد من تبعات الأزمات والحد من أزمة الغذاء والطاقة وكذلك أمور مكافحة الإرهاب. هذه الأمور ذات أهمية كبيرة لنتناولها خلال اجتماع مجموعة العشرين، ولا سيما تمس مباشرة الدول النامية. فبالتالي أكدت الهند على هذه الموضوعات حتى قبل انعقاد الجي 20، والهند تستمر في هذه المساعي. وإن كان هناك أي لم يكن هناك أي اتفاق بشأن الأزمة الأوكرانية، هناك أمور يتفق عليها كافة دول العالم مثل أمن الغذاء وأمن الطاقة. الهند تبذل قصارى جهدها، سوف تستمر بذل كافة الجهود خلال ترأسها لمجموعة العشرين. نعم دكتور، يعني كان هناك حديث من قبل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حول أن الهند تحاول الآن أن تكون صوت دول الجنوب، ما الذي يمكن أن تقدمه الهند وهي تترأس المجموعة هذا العام لتساعد دول الجنوب؟ حسناً، حتى خلال الأعوام العسيرة بعد جائحة كورونا تقدم الهند اللقاحات إلى دول الجنوب العالمي، وفي الموجة الثانية من الجائحة كانت عسيرة على الهند والشعب الهندي، ومع وضع هذا في الاعتبار تتفهم الهند أهمية تقديم اللقاحات، لأن هذه الجائحة أثرت على ملايين الأشخاص حول العالم، وهناك حاجة إلى تقديم وتوفير
توفير اللقاحات، فالهند لا زالت توفر الأدوية والعقاقير واللقاحات إلى دول الجنوب العالمي. قدمت الهند الكثير من المساعدات في الماضي وسوف تستمر في فعل ذلك. بما يتعلق في تغير المناخ، هذا هو الموضوع ذو الأهمية الكبيرة. اتخذت دورا رياديا لا سيما من وجهة النظر لدول الجنوب، فبالتالي تتحدث الهند وتتخذ موقفا داعما لكافة دول الجنوب العالمي وتتخذ هذه الخطوات إلى الأمام. بعض الخطوات ملموسة وبعض الخطوات ما زالت قيد النقاش، ولكننا نؤكد على دعم خطة الطريق وخارطة الإصلاح. نعم، من العاصمة الهندية نيودلهي عبر زوم دكتور سيربارنا باثاك، أستاذ مشارك ومدير مركز دراسات شمال شرق آسيا جامعة أوبي جندال العالمية. شكرا جزيلا لوجودك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. الدورتان السنويتان هم العنوان الرئيس لأهم حدث سياسي تشهده الصين هذا العام، والذي يبدأ من الغد ويستمر لمدة يومين. يتمثل هذا الحدث في التجمع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الذي يعد أعلى هيئة تشريعية، والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني الذي يمثل الجهاز الاستشاري السياسي الأعلى في الصين. خلال هذا الاجتماع تتم المصادقة على التعيينات الجديدة لمناصب الحكومة المركزية في الصين، والذين تم انتخابهم خلال المؤتمر الوطني 20 للحزب الشيوعي اللي انعقد في أكتوبر الماضي، بما في ذلك رئيس الوزراء ووزير الخارجية الجديد. يشهد هذا التجمع انتخاب القيادات الجديدة في مؤسسات الدولة، الأعضاء القياديين في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وأيضا المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني. للمزيد من التوضيح حول هذا الحدث ينضم إلينا من العاصمة الصينية بكين عبر زوم بروفيسور ليو تشي تشيو، من كبار الزملاء بمعهد تشونغ يونغ للدراسات بجامعة رينمن الصينية. بداية بروفيسور ليو، يعني نرحب بك على شاشة القاهرة الإخبارية. نتحدث اليوم عن المناقشات والمشاركة التي سوف تكون من كافة ممثلي الدولة والشعب الصيني. ما هو المقصود بهاتين الدورتين السنويتين؟ نعلم أن هاتين الدورتين لهما أهمية كبيرة، حيث يجري الآن انتخاب رئيس جديد للحكومة، وكذلك سوف يتم انتخاب واختيار أعضاء مجلس الدولة، وهذا يمثل أهمية كبيرة لمستقبل الصين. في الصين لدينا مقولة تقول وتنص على أنه عندما يكون كل شيء يسير على ما يرام، فهذا دلالة على حسن القيادة للبلاد. فهاتين الدورتين السنويتين ستحسمان أمر القيادة الجديدة للبلاد. فعلى سبيل المثال، سيتم انتخاب رئيس جديد للبلاد، وكذلك وزير الدفاع الوطني، ومستشار جديد، ورئيس وزراء جديد، وكذلك كافة الوزراء الآخرين بالوزارات المختلفة. فهاتين الدورتين السنويتين لهما أهمية ذات طبيعة خاصة لنا، ونحن على يقين أنه سيتم انتخاب قادة وكوادر جديدة جديرة بالثقة ومؤهلة بشكل جيد للقيام بأدوارهم. كل هذه الجهود ستتم وتفعل تحت قيادة الحزب الصيني الشيوعي، حيث أنه هو الحزب ذو القوة الدافعة في البلاد، لأنه بدونه لا يمكن التصدي لأي من الشواغل أو كافة المصاعب لدينا، والتي واجهناها قبل 50 إلى 70 عاما مضت. ولذلك نعقد هاتين الدورتين ونضع لهما أهمية كبيرة، حيث حان الوقت لعقد وتشكيل حكومة جديدة.
إذن هناك عوامل تجعل هذه الجلسات وهذه الاجتماعات يحظوا بأهمية خاصة لدى العالم، ليس فقط للشعب الصيني. هاتين الدورتين لهم صلة كبيرة بالشعب الصيني، وبالطبع لهم أهمية خاصة، حيث أن الصين على مدار 40 عاما الماضية أصبحت لها سياسة إصلاحية وانفتاحية كبيرة. وفي هذا العصر تشهد الصين مصاعب ذات طبيعة خاصة، وحاليا الصين تواجه بعض المصاعب والشواغل الاقتصادية والمشكلات وكذا بعض التوترات في علاقات الصين التجارية مع الغرب. هذه هي التحديات، ولذلك تعقد هاتين الدورتين لمواجهة كافة الضغوط والتحديات القادمة من دول الغرب. هناك بعض الأهداف المرجو تحقيقها من هاتين الدورتين من أجل التغلب على كافة المصاعب وحل كافة المشكلات، وهذا الأمر أصبح حتمي من أجل منفعة الشعب الصيني. وبالطبع علاقة الصين مع السوق العالمي لها أهمية كبيرة، فعندما تسير الأمور على ما يرام مع الصين يصبح العالم أجمع بحال أفضل، وهذا يضع أهمية كبيرة لهاتين الدورتين، وهو الأمر الذي يؤثر على مستوى النمو العالمي ولا سيما على معدل التعافي الاقتصادي، حيث نرى أن صندوق النقد الدولي قد ركز على الصين وأهمية الصين في هذا العام أكثر من أي دولة أخرى، حتى أكثر من الولايات المتحدة وأكثر من دول أوروبا، وهذا يأتي بناء على معدل النمو الصيني دعما للتعافي الاقتصادي على المستوى العالمي. وبالتالي نتمنى أن يكون لهاتين الدورتين تأثير إيجابي على النمو الصيني والنمو الاقتصادي على المستوى العالمي. لكن دكتور ليو، ماذا عن الأجندة المتوقعة لهذه الدورة هذا العام، خاصة وأنها تأتي في ظل القيادة الجديدة للحزب الشيوعي الصيني وبعد مرور أشهر قليلة على المؤتمر الوطني العشرين للحزب الذي عقد بنجاح في بكين؟ يعني وبالتأكيد هذه الدورة تحظى بأهمية كبرى كما ذكرت منذ قليل، لأنه هناك تنامي للوضع الاقتصادي على العالمي للصين، وأيضا يلقي بظلاله على الشأن الدبلوماسي والشأن السياسي أيضا للصين. نعلم أن هاتين الدورتين لهما أهمية كبيرة، حيث يجري الآن انتخاب رئيس جديد للحكومة، وكذلك سوف يتم انتخاب واختيار أعضاء مجلس الدولة، وهذا يمثل أهمية كبيرة لمستقبل الصين. في الصين لدينا مقولة تقول وتنص على أنه عندما يكون كل شيء يسير على ما يرام فهذا دلالة على حسن القيادة للبلاد. فهاتين الدورتين السنويتين ستحسمان أمر القيادة الجديدة للبلاد. فعلى سبيل المثال سيتم انتخاب رئيس جديد للبلاد وكذلك وزير الدفاع الوطني ومستشار جديد ورئيس وزراء جديد وكذلك كافة الوزراء الآخرين بالوزارات المختلفة. فهاتين الدورتين السنويتين لهما أهمية ذات طبيعة خاصة لنا، ونحن على يقين أنه سيتم انتخاب قادة وكوادر جديدة جديرة بالثقة ومؤهلة بشكل جيد للقيام بأدوارهم. كل هذه الجهود ستتم وتفعل تحت قيادة الحزب الصيني الشيوعي، حيث أنه هو الحزب ذو القوة الدافعة في البلاد، لأنه بدونه لا يمكن التصدي لأي من الشواغل أو كافة المصاعب لدينا والتي واجهناها قبل 50 إلى 70 عاما مضت. ولذلك نعقد هاتين الدورتين ونضع لهما أهمية كبيرة، حيث حان الوقت لعقد وتشكيل حكومة جديدة.
نعم، من العاصمة الصينية بكين عبر زوم بروفيسور ليو تشي تشو من كبار الزملاء بمعهد تشونغ يانغ للدراسات بجامعة رينمن الصينية. شكرا جزيلا لوجودك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. والآن حكم من حكماء الشرق، فاصل العالم شرقا. لا تزال تبعات زلزال تركيا وسوريا تتابع بشكل يومي من زلازل جديدة وهزات ارتدادية، لكن أردنا أن نذهب لدولة من بين الأكثر دول تعرضاً للزلازل والتسونامي، اليابان، لنفهم كيف يتابعون في مراكزهم المتطورة تكنولوجياً الوضع في تركيا وسوريا ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. صرح يعني كثير من المتابع لهذا الحدث في تركيا وسوريا، وطرح سؤال وهو السؤال الأكثر رواجاً مؤخراً، وهو هل يمكن للباحثين المتخصصين أن يتنبأوا بحدوث الزلازل؟ كذلك نتعرف أكثر عن التجربة اليابانية في التعايش مع الزلازل. ينضم إلينا عبر سكايب من طوكيو البروفيسور هيرواكي ياماناكا، أستاذ علم الزلازل وهندسة الزلازل في معهد طوكيو للتكنولوجيا قسم الهندسة المعمارية وهندسة البناء. أهلا بك دكتور معنا على شاشة القاهرة الإخبارية، ودعني في البداية أن أتحدث عن ما حدث في تركيا وسوريا. هل تتابعون وترصدوا ما وقع من زلازل مؤخرا في هذه المنطقة، تحديدا جنوب تركيا، زلزال تركيا وسوريا 2023؟ هذا الزلزال أحدى أكبر الزلازل الذي رصدناه، الذي وقع في المناطق الجنوبية من تركيا. كان هناك منطقتين نشيطتين معروفين بالزلازل، إحدى المناطق في الشرق وإحداها في الجنوب، وحدث هذا في المنطقة الشرقية بتركيا، وهي لديها حدود كبيرة مع دول الجوار وطبقتين من الأرض تقابلتا في هذه المنطقة الشرقية، ويعتبر هذا الزلزال إحدى كبرى الزلازل من حيث التدمير، القوة التدميرية، منذ عام 1900، وتسبب في هدم الكثير من المباني والمنازل، ومعظم المباني هدمت في وقت وجيز بعد وقوع الزلزال، وربما إحدى أسباب وقوع المباني هو تصميم المباني بما يخالف معايير البناء المطابقة لكود الزلازل. عندما ننظر إلى تصميم هذه المنازل المهدمة نجد هناك بعض المقاييس غير الملائمة والتي تتوافق مع الزلازل والهزات الأرضية، وبعض المباني دمرت تماما، ويمكن أن نرى أن بعض المباني
المباني التي ندعوها بالهدم البانكيك، حيث تهدم المباني مثل الكيك الضعيف. وفي هذا الدمار يعاني الكثير من الأشخاص الذين يعيشون في هذه المباني، ولا يوجد أي مهرب للخروج من هذه الزلازل. ولهذا السبب قتل الكثير من الأشخاص في هذه الأحداث بسبب هدم المنازل. بروفيسور هيرواكي، شاهدنا في الفترة الماضية بعض الباحثين يعلنون عن توقعات بزلزال، وكثيرا يعني للأسف ما يحدث الأمر ويكون واقعا. هل من يعني في الأساس يمكن لأي باحث أن يتنبأ بحدوث زلزال قبل وقوعه أم لا؟ وهل هناك مؤشرات بعينها يستند إليها في هذه التوقعات؟ أعتقد أنه من العسير أن فقط بالمعرفة العلمية للزلازل يمكن أن نتوقع تماما وقوع الزلازل في منطقة معينة، وهناك الكثير من العوامل الأخرى المؤثرة، ويحاول العلماء إيجاد والوصول إلى كيف يمكن توقع حدوث الزلازل، ولكن أعتقد لا زال هذا تحدي كبير أمامنا. حتى إذا لم نتفهم أو نعرف متى يحدث الزلزال، ولكن يمكن أن نتوقع أن سوف تكون هناك هزة أرضية. لا نعرف تماما متى تحدث، ولكن يمكن أن نتوقع كيف يمكن أن يتم ذلك. هذا النوع من خرائط الهزات الأرضية له نفع كبير لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الزلازل التي يمكن أن تحدث في المستقبل حتى وإن لم نعلم متى تحدث، حيث أننا يمكن اتخاذ كافة الاستعدادات والإجراءات بناء على التوقعات من خريطة الهزات الأرضية. إذا كنا نعيش في منطقة معروفة بالهزات الأرضية، يمكن أن نتخذ كافة الإجراءات الوقائية للصمود ومواجهة هذه الهزات الأرضية. وبالتالي الإجابة لا، ولكن هناك بعض الأفكار التي يمكن أن نستغلها من خلال التكنولوجيا لتوقع الدمار بسبب الزلازل أو وقوع الهزات الأرضية. لا يوجد توقعات لكن توجد مجرد أفكار. هل في إطار هذه الأفكار يمكن أن يحدث تسونامي في منطقة الشرق الأوسط الذي حدث فيها الزلزال مؤخرا، وما هي المؤشرات التي تدل على ذلك؟ أعتقد أن التسونامي الكبير مثل الذي حدث في 2011 في اليابان ربما ومن المحتمل أنه لم يكن متوقع في تلك المنطقة في الشرق الأوسط، لأن معظم التسونامي تحدث في المناطق الداخلية، ولا نتوقع حدوث تسونامي في تلك المنطقة، برغم أن لدينا بعض الزلازل في المناطق الجنوبية في بحر الصيني، ولكنها ليست معتادة وليست بشكل أفقي، لكنها تأتي بشكل رأسي. فبالتالي التسونامي الكبير الذي حدث في تلك المنطقة كان مفاجئا، ولكن التسونامي أعلى من 2 متر ربما يحدث أثناء وقوع الزلازل في البحر المتوسط.
أو في المحيطات التي تنتج عنها التسونامي. هذه هي التسونامي المتوقع في المنطقة الشرق المتوسط. ذكرت دكتور ما حدث في 2011 الذي راح ضحيته عدد كبير جدا من اليابانيين، عشرات الآلاف، لكن يعني بالتأكيد هناك شرح للتجربة اليابانية وهي متفوقة، ويعني هناك تكنولوجيا عالية جدا في اليابان مع التعامل مع الزلزال. كيف قمتم بتهيئة البنى التحتية في اليابان للتعامل مع آثار الزلزال، وما الذي نحتاج إليه نحن دول الشرق الأوسط فيما يتعلق بالبنى التحتية للتعامل مع الزلازل المتوقعة؟ يعني هل هناك اكتفاء فقط بالطبقات المطاطية السميكة التي توضع تحت الأعمدة الرئيسية الخرسانية في أي مبنى؟ هل هذه فقط هي يعني الذي يمكن أن يصنع حتى نتفادى الآثار السلبية لأي زلزال؟ كما نعلم أن اليابان إحدى الدول المعرضة للزلازل وتعاني الكثير من التلفيات أثناء وقوع الزلازل، بما في ذلك كما حدث في 2011 والذي تسبب في تسونامي هائل بسبب وقوع الزلزال والذي تسبب في خسارة 27,000 من الأشخاص في اليابان. في خلال 100 عام الماضية كان هناك خسائر بسبب الزلازل كبيرة في بلادنا، وإحدى كبرى الزلازل كان في 1923 منذ 100 عام تقريبا في منطقة طوكيو، وهذا الزلزال حدث في طوكيو ووصل إلى 9 ريختر، وهذا تسبب عنه حدوث تسونامي هائل وهزات أرضية هائلة وبعض المباني الشاهقة تهدمت. وحوالي 100,000 شخص قتل في هذه الأحداث، ومنذ ذلك الحين قام العلماء والمهندسون في بلادنا بالعمل على الحد من التلفيات الناتجة والخسائر الناتجة عن الزلازل من خلال ابتكار بعض الأجهزة والتصميمات لبناء المباني الجديدة من خلال كود الإنشاءات الجديد. ومنذ ذلك الحين ازداد استخدام العلماء للمعرفة الفنية والعلمية من خلال دراسة الزلازل وكيف تحدث الزلازل وما هي مسببات الزلازل والهزات الأرضية، فبالتالي هذه المعرفة الفنية ذات أهمية كبيرة لنتفهم الحركة الميكانيكية للقشرة الأرضية والتي يمكن أن تتسبب في وقوع التسونامي. وكذلك عمل المهندسون على تفهم تلفيات ودمار المباني، وكذلك وضع أجهزة جديدة للحد من هزات المباني. إحدى هذه الأجهزة هو جهاز الحد وامتصاص الهزات الأرضية، وأصبح استخدامه شائعا في اليابان ولا سيما في المستشفيات والمباني الحكومية. هذا الجهاز الممتص للهزات الأرضية يستخدم للحد من تبعات الزلازل. ومعرفة ودراسة الهزات الأرضية ذات أهمية كبيرة كما ذكرت من قبل. لا يمكن أن نتوقع تحديدا متى يقع الزلزال، ولكن يمكن أن نتوقع ونقيم الهزات الأرضية خلال الزلازل، وهذه الخريطة من الهزات الأرضية مهمة كذلك.
للمواطنين الذين يعيشون في المدن. لا يمكن أن نتفهم خريطة الهزات الأرضية لتوقع الزلازل المستقبلية. وإذا كنا نعيش في منطقة معروفة بالهزات الأرضية المتكررة والعنيفة، يمكن الاستعداد بشكل جيد للزلازل أو بذل بعض الجهود لدعم الإنشاءات الهندسية. وتعلمنا كذلك أن الخسائر من الزلازل تتركز في هدم المباني، والمباني الجديدة طبقا لكود الإنشاءات الجديد تعاني خسائر أقل أثناء الزلازل. كافة المباني يمكن إنشاؤها من خلال النسخة الجديدة من كود الإنشاءات، ولكن هذا الأمر وحده ليس كافي. لا يمكن أن نستغني عن الاستعداد الجيد ودعم المباني القديمة لضمان تحملها للهزات الأرضية والزلازل. إن كان هناك تمويل مناسب، يمكن تحسين جودة الإنشاءات والمباني ليكون لها قدرة على الصمود بشكل أفضل، ولكن هذا يقابله الثمن وتكلفة. فبالتالي أعتقد أن الحكومة لابد أن تدعم مالياً كافة مالكي المباني، ولا سيما المباني القديمة، لدعم هذه المباني وصمودها أمام الزلازل. هذا الدعم الحكومي مهم جدا. بشكرك شكر جزيل الدكتور بروفيسور هيرواكي ياماناكا، أستاذ علوم الزلازل وهندسة الزلازل في معهد طوكيو للتكنولوجيا قسم الهندسة المعمارية وهندسة البناء. شكرا لوجودك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. في حضارات وثقافات الشرق، وشاح أبيض من الحرير يرسله الشاب المنغولي مع الخطبة لأهل العروس، وحال الموافقة تبدأ رحلة من جلسات التفاوض لقبول الشاب ضمن تلك الأسرة. عادات وتقاليد زواج أحفاد جنكيز خان في منغوليا في سياق هذا التقرير. هنا في منغوليا لا يخطو أي شاب خطوات نحو الزواج دون الخاطبة. يرسل الشاب المنغولي الخاطبة ومعها سكر وأوراق الشاي والبسترين ملفوفة في وشاح أبيض من الحرير. وإذا تم قبول الهدايا يحضر الشاب وعائلته هدايا لأسرة العروس، ويتكرر هذا الأمر عدة مرات حتى يتم قبوله زوجا لابنتهم. وعندما يقترب موعد الزفاف يرسل الشاب الهدايا لمرة أخيرة إلى منزل العروس، ويستقبل ذلك بالاحتفال وغناء الأغاني الشعبية. في منطقة إردوس تقام احتفالية كبرى لأهل العريس المنغولي، ويتم استقبالهم ككبار الشخصيات. وتتسم مراسم الزواج في منغوليا بالعديد من الخدع بهدف رسم البهجة على وجوه الحاضرين، كما أن وصيفات العروس يتنافسن على الوصول لبيت العريس أولا حتى لا ينتهي العرس، بل ويمسكون حصانه لمنعه من الوصول إلى منزله. يتألف حفل الزفاف عادة من ثلاثة أجزاء: الحفل في بيت العروس، حفل الزفاف نفسه بما في ذلك حفل الترحيب بالعروس، والاحتفال كذلك بعد الزفاف بثلاثة أيام. ولا تنتقل العروس إلى بيت زوجها إلا بعد إعلان الزوجة الأكبر في أسرة العروس أن الوقت قد حان للذهاب إلى منزل العريس. وتبدأ القافلة المحملة بالمهر والهدايا والطعام باتجاه منزل العريس. تعكس هذه الفاعليات شخصية المنغولي
الصينيين الخاصة وصورتهم كشعب مضياف ومهتم بالمراسم والآداب، كما تضم فعاليات الزواج جوانب ثقافية منغولية مثل المعتقدات والمراسم الدينية ومراسم البلاط الملكي وتقاليد الأكل والأزياء والرقص والغناء. وتعكس هذه المراسم التي يسودها جو السعادة والفرح وجمال ثقافة قومية المنغول وتطلعات أهلها إلى حياة أفضل. حان وقت ذهاب العروس إلى بيت العريس، وهو الآن حان وقتنا لننهي هذه الحلقة من العالم شرقا، ودائما هنا القاهرة عاصمة الخبر.